مرحبا، اهلا وسهلا بكم على قناتي. اليوم راح اشوفكم مجموعة عطور زوجي. السبب اللي خليني اشوفكم مجموعة عطور شون لانه هواية من العطور اللي هو عندي اياه اني الصراحة هاديت لهذول العطور، فاكيد ما راح اهدي له عطر اني ما احبه. وهمين هواية من العطور اللي هو اشتراهم أنطيت رأيي بهم، فنادرا ما يشتري هو عطر أني ما حبيته. إنه عنده كم عطر يمكن ما حبهم، بس أكثر العطور اللي هو يملكهم أني دائما أنطي رأيي بهم، وأكيد إذا ما حبيتهم أكثر الأوقات ما راح يشتريهم. فإذا تريدون تشوفون مجموعة عطور شون خليكم تشوفون هذا الفيديو. اوكي، طبعا اسفة مقدما اذا الاضاءة مو هالقد زينة، بس هو كل عطوره هم بهذا الدراور، الجارور بالكابنت بالحمام مالتنا. ف هذول هم كل عطور شان. طبعا اكثريتهم مثل ما قلت اني اختاريت لهم اياه او اني هديت في الهي. فراح ابلش من البداية للنهاية، او خلوني ابلش بالنهاية للبداية. طبعا هذا هنا البطل الكبير مال اكوا دي جو، اني هديت لهي لانه كان يحبه واني هم احب هذا العطر، بس الصراحة هو ما يحب هذا العطر هالقد هسه بهذا الوقت، فدائما يستخدم هذاك العطر من يروح على الجيم. فيخلي هذاك العطر من يروح على الجيم. هذا العطر هنا هو اكسبرس، اعتقد هو شعري، الصراحة ريحته ما تحمني هالقد. هذا جرين ايرش تويت من كريت، طبعا هو هذا كان افضل عطر بالنسبة له، بس هسه هو كلش يحب الافنتس اللي هو هذا. وهم عنده هذا العطر فرساتشي، ما اعرف شو يسموه، بس كلش احب ريحة هذا العطر، والصراحة انا اشتريت اللي هي اشتريت الياب بحجم صغير لأنه عنده هواية منهم وما يحتاج هواية عطور. عنده الدولتشا جابانا لايت بلو، طبعا كلش أحبها، بس أحب الانتنس أكثر، والانتنس تطول الوقت أطول. طبعا هو يريد الانتنس، فيمكن راح أجيب لي إياها هدية بعيد ميلاده، عيد ميلاده بشهر الثامن. طبعا برادا لونا سبورت أعتقد اسمها، كلش احب هذا العطر. انا صراحه انا اشتريت له هذا العطر همين، اشتريت له هذا العطر همين اللي هو امبر لادر من توم فورد. شنو عنده هنا؟ ما اعرف شنو هذا العطر الصراحه. هذا عطر المايكل كورس، صراحه ما احب هذا عطر المايكل كورس هوايه، ما عنده هوايه بقى بهذا العطر. اذا تشوفون يخلص منه، ما اعرف شنو اسم هذا العطر. هذا العطر هو روبرت جرام، طبعا هو كل شيء يحب هذا العطر انه ريحته طيبه بس ما تهمني هوايه. اكيد سافاج من ديور كلش احب هذا العطر. رالف لورين بلاك ريحته طيبه، ما هالقد مميز لانه هواي عالم يستخدموه، مثل الشيء مثل الاكوا دي جو مثل ما قلت. طبعا انا احب الاكوا دي جو، بس شون ما يحبه هالقد لانه ريحته مو كلش يونيك. هذا جون فورفيروز، اتمنى ده اخليهم بشكل صحيح. هذا اكيد الافنتس من كريد. هذا هنا من روبرت جرام، طبعا عنده عطرين من روبرت جرام يحب عطورهم. هذا التوم فورد بلاك اوركيد، احب هذا العطر، وهذا العطر طبعا يونيسكس، فنساء ورجال يقدرون يستخدموه. هذا ازارو، الماركه اعتقد اسمها ازارو، بس ما اعرف شو اسم هذا العطر. هذا العطر انفنتس، ما اعرف شو اسم الماركة، الماركة اسمها باكو رابان. ما احب هذا العطر هالقد، انه ريحته اوكي، هو يحب هذا العطر، الريحة ما تهمني هالقد، طبعا ما احب هذا العطر هالقد. هذا العطر من فينس كامورو، همين ما يهمني هواية. جوتشي جلتي، هذا العطر طبعا ريحته طيبة، احب هذا العطر، جوتشي جلتي. هذا بلاي من جافنشي، احب ريحة هذا العطر، ما اعرف هاي الماركة، ما اعرف هذا العطر، راح اخليه هنا حتى ما اعرف ريحته، بس شكله مليان. يمكن ما يحبه هالقد. هذا البولو ريد من ماركة رالف لورين، عنده فيري سكسي من ماركة فيكتوريا سيكريت، طبعا فيكتوريا سيكريت يسمون عطور للنساء وللرجال همين، فشون كلش يحب هذا العطر. هذا العطر كروم ازارو فيري سكسي همين من فيكتوريا سيكريت، طبعا شون كلش يحب هذا العطر، هو اسمه اكفا، وهذا من ماركة بافلغاري. عنده عطر ثاني من بافلغاري اللي هو هذا اسمه اكفا، ما اعرف اكو مليون كلمة عليه فما اعرف شنو اسمه الحقيقي. اثنيناتهم طبعا ريحتهم طيبين احبهم. وعنده هذا اكيد العطر اللي مليون شخص يستخدمه اللي هو 1 مليون، طبعا ما احب هذا العطر هواية، كنت احبه بالماضي يمكن اول ما اشتراه شون، بس هسه صراحة ما احبه هواية،
ما أحس ريحته مميزة أبدا لأنه الكل اللي يستخدمه. فهاي هي كل مجموعة شون. طبعا أكيد عنده عطور هواية، بعض العطور الصراحة أنا ما أعرفهم بس أكثريتهم أعرفهم. طبعا نسيت أقول على أي شيء على شانيل بلو، طبعا هذا أكثر عطر أنا أحبه للرجال، ما أعرف بس شيء بهذا العطر يخليني فعلا فعلا أعشقه. هذا العطر إنه فعلا أحلى عطر عندي للرجال، والأفنتس يجنن أكيد، وسافاج إنه يمكن هذول أكثر عطور أحبهم على شون. برادا لونا هم عطر أني أحبه هواية. فهاي هي كل مجموعة عطور شون. فأتمنى أنه حبيتوا هذا الفيديو، شكرا هواية على مشاهدتكم. إذا حبيتوا هذا الفيديو ما تنسوا تسوون لايك وتشتركون بقناتي إذا أنتم مو مشتركين بالقناة، وراح أشوفكم بالفيديو الجاي. باي.